قال رحمه الله: أو إمناء بمباشرة، يعني أمنى بمباشرة، والمباشرة هي الجماع فيما دون الفرج. فإذا أمنى باستمناء أو مباشرة فسد صومه، وعليه أن يقضيه، بل عليه أن يمسك بقية اليوم، لأن كل من كان فطره بسبب محرم لزمه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما من كان فطره بسبب مباح فإذا زال عذره لم يلزمه أن يمسك بقية اليوم. فمثلا حائض، امرأة حائض طهرت في أثناء اليوم، لا يلزمها أن تمسك بقية اليوم وأن تمتنع عن الطعام والشراب. لماذا؟ لأنها لا تستفيد بهذا الإمساك شيئا. هل يحسب لها هذا الإمساك؟ لا. حرمة الزمن، الفقهاء يقول احتراما للزمن، نقول حرمة الزمن قد انتهكت بفطرها المباح في أول النهار. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، يعني من حل له الفطر في أول النهار فليفطر آخره. كذلك أيضا مسافر، إنسان في السفر أفطر ثم قدم إلى بلده، لا نقول يجب أن تمسك. لماذا؟ احتراما للزمن. لماذا؟ نقول لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا. وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح في أول النهار. ولكن لا يجوز لمن جاز له الفطر أن يعلن ذلك، بل يفطر سرا. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله كما نقله ابن مفلح، قال ابن عقيل رحمه الله: وكل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. المريض مثلا، إنسان مريض عنده فشل في مريض بالكبد، أو عنده فشل كلوي ونحوه، نقول هذا خفي ما يظهر للناس، لا يجوز أن يجاهر بالفطر. لكن لو أنك دخلت إلى مستشفى وجدت شخصا منوما وهو يأكل ويشرب، نقول لا حرج، لأنه ما الذي أتى به إلى هنا إلا إيش؟ المرض. إذن من أبيح له أن يفطر لا يجوز له أن يجاهر، لا يجوز له المجاهرة.